هي مميزه، مميزه ان عندنا مناقشه رساله ماجستير علميه في حاجه. طلب الميه بس. كده كويس. فهي رساله علميه، رساله علميه تبع لجامعة اسكندرية، هتاخد عليها درجة الماجستير إن شاء الله، فلازم تبقى تبعا للنظم الجامعية والتحسين، مفيش استثناءات في الجامعة في الحاجات اللي زي دي. احنا على فكرة يعني الأستاذ مهدي والناس اللي هايلين دول، احنا يعني يهمنا جدا جدا ويشرفنا، ويشرفني انا بالذات، هو اثنين عمداء يناقشوا الرساله بتاعت هارفارد، الدكتور حمد عبد الله عميد كليه التربيه الفنيه في القاهره سابقا، والدكتور محمد شاكر عميد كليه الفنون الجميله بجامعه الاسكندريه. والدكتور اثنين عمدة فطاحل، احنا يعني كان لنا حظ كبير انهم وافقوا انهم يشرفونا ويناقشوا معانا الرسالة. انا نعيمة حيدر الشيشيني المشرفة، انا الست هاجر الجميلة دي، الدكتورة أنا النصر مشرفة على الرسالة. بقى الكتب العظام دول مناقشين، هم اللي هيناقشوا، احنا مش فقدنا حاجه خالص، احنا متابعين الرساله ومتابعين الشغل بتاع هاجر اللي فوق الممتاز، احنا مش بنأثر عليكم، انما هو فوق الممتاز وعملت مجهود كبير جدا جدا جدا، يعني لدرجة إن أنا بقول كان حقتها اتعملت عليها ثلاث مثلا رسائل استنفع بيها ثلاث تنفار مش بس واحد. فهي الحقيقة أنا اتعملت شغل جميل جدا جدا ممتاز فوق الممتاز، لكن في شكليات غصب عننا لازم نقولها في الأول خالص على أساس إنها هي منقبة. إحنا مش دي رسالة علمية بحتة في الفنون وفي القيم الفنية، ولا احنا بنتكلم في الدين، ولا هنتكلم في التحريم، ولا محرم ولا مش محرم، ولا مش ملناش دعوة بكل الحاجات دي خالص، احنا هنتكلم في القيم الفنية بتاعة المنامات اللي في العهد العهود الإسلام الوقت اللي بعد مظهر الإسلام، يعني في القرن السابع، القرن السابع ميلادي ظهر الإسلام، يبقى فيه 700 سنة قبلها كان فيها في مهمة كان فيها، ولما انتشر الإسلام انتشر في بلاد كانت فيها فنون مستتبة لها فنونها كلها، ولما دخل الدين الإسلامي فهو بقى في أسلوب جديد عرف إنه الأسلوب في التصوير في الرسم بعد الإسلام، فخد أسلوب جديد، يعني ما كانش الأسلوب ده موجود قبل كده، هو لما بقى في الإسلام فبقى في أسلوب جديد. لكن احنا بقى في الرسالة دي هاجر عملت حاجة حلوة قوي قوي، يعني هي بتتكلم عن القيم الفنية في التصاوير المخطوطات العلمية بالعصور الإسلامية، يعني في المخطوطات العلمية فقط، لا هي تبحرت في المخطوطات العلمية ما شاء الله، يعني جابت حاجات أنا شخصيا بعترف في حاجات كتير جدا أنا بعرفها أول مرة، يعني
يعني رسالة فوق الوسط. احنا نتكلم بقى على النظم الجامعية، ان النظم الجامعية بتقول الرسالة لازم تبقى علنية، علنية ومش اقل من 20 نفر يكونوا موجودين ويعرفوها. فانا دلوقتي هو ما فيش 20، بس هي قالت المجانين في السكة، لما نشوف اذا ما كانش هنجيب ناس من بره بقى ونقعدهم حاجات كده، يعني 20 نفر. ها، وده النظم الجماعي علنا، علنا يعني لازم يبقى كده علنا. لما هو بتسافر بباسبور لازم يبقى وشها معروف، فبتقلع المطار. انا مش عاوز اخش لان انا بتخانق معاها على طول في النقاب ده، ولا دين ولا اي حاجه. فهي هي بقى احنا علشان عارفينها متجاوزين النقطه دي، عرفناها وشفناها وهي ليها توأم ساره، الاثنين كانوا هنا، فممكن تبقى ساره. فاحنا هنشوف. بنتي انت كمان اتنقبتي؟ لا انت مش منقبه. انا مامتي. انت مامتها؟ اه لا ساره في امريكا. طب شوفي بقى. لا ساره في امريكا. ده كلام النبي. خلاص ساره مش هنا اصلا، ساره في امريكا ورا، مش قاعده هنا. لا طمنيني بحضرتك. المهم احنا دلوقتي تاكدنا ان هي هار. وانا قلت لها تجيب البطاقه الرقم القومي علشان خاطر اهرب من حته انها لازم تكشف وشها. اصول جامعيه لازم تكشف وشها ما دام مناقشه للحصول على درجه ما تبع لجامعه اسكندريه او اي جامعه ثانيه. واقول الاثنين هما بقى موجودين ويقول هو ده مش صحيح ولا صحيح. وانا تجاوزا انا وريت لهم الرقم القومي بتاع هاجر، كانهم هم كل واحد عنده واحده، يعني لما يتكلم يبقى يتكلم الصوره دي اللي قدامي، علشان هاجر اصرت انها تبقى مخبيه وشها، تخبي وشها على الناس. فاحنا ده كان لازم يتقال في الاول، ان ده مش حكايه تعنت، هي نظم جامعيه بحثيه، عشان ما حدش يجي ينتقد بعد كده ويقول كان المناقشه قانونيه وغير قانونيه وحاجات زي كده، وكان فيها كده. احنا بنعرف ان كل الحاجات دي مش المفروض ان احنا نتكلم فيها. دلوقتي احنا نطلب بقى من هاجر الباحثه الهايله الجميله دي، انتوا مش عارفين تجي تقرا لنا ملخص الرساله وهتجيها على الفيديو. بسم الله الخالق المصور والصلاه والسلام على نبيه المكرم وعلى اله واصحابه اجمعين. ابتدينا بقى دي ده كده في الازهر وفي العالميه وفي مش عارفه رسالة علمية في جامعة اسكندرية، احنا ما بنتكلمش بقى في الدين ولا مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما بنقول، تجي بقى خالص ولا تقول لنا مش عارفة ايه ولا الثاني ولا وبعد. فغالبا ما ينظر إلى العلم والفن على أنهما أضداد، مع أنه وبالرغم من الفروق والاختلافات بينهما نجد أنه حيثما التقى الاثنان وعملا معا تكون النتيجة مثمرة للغاية، فتتسع الآفاق وتقل الفجوات في فهمنا، وتتضح ثمرة ذلك التعاون بين العلم والفن في مجال الرسم أو التصوير العلمي، وهو يهتم بإيصال المعلومة العلمية بطريقة فنية عالية، وقد أصبح هذا التخصص فرعا هاما وأساسيا في مجالات علمية كثيرة على مستوى العالم، وله مؤتمراته الخاصة سنويا في الولايات المتحدة وأوروبا، وله مجلة علمية متخصصة، ويرتبط تطور الرسم العلمي ارتباطا وثيقا بالفكر العلمي وتطوره، فيؤرخ له مثلما يؤرخ بالفكر العلمي منذ العصر الحجري، حيث انعكس فكر الإنسان العلمي بشكل واضح
على مختلف جوانب حياته ومنها رسوماته وإبداعاته. وقد أثر هذا الارتباط بين الرسم العلمي والفكر العلمي في وجود نفس الفجوة في تاريخ المجالين، وهي إغفال إسهامات المسلمين في تطور كل من المجالين. فقد أشار الدكتور سليم الحسني رئيس مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة بإنجلترا إلى وجود هذه الفجوة في كل المجالات العلمية، حيث يتم ذكر إسهامات الحضارات القديمة إلى الإغريق وبداية الرومان، ثم يأتي ذكر إسهامات النهضة الأوروبية، وبذلك تكون هناك 1000 سنة مفقودة من تاريخ البشرية، وهو ما يسمى بالعصور المظلمة، وهذه الفترة هي نفسها العصور الذهبية للإسلام. لذلك فقد كان الهدف الأساسي من هذه الرسالة وعنوانها القيم الفنية في تصاوير المخطوطات العلمية في العصور الإسلامية هو إظهار إسهامات المسلمين في مجال الرسم العلمي، والكشف عن القيم الفنية في تصاوير مخطوطاتهم العلمية، ومحاولة سد الفجوة الموجودة في تاريخ الرسم العلمي، حيث لا يتم في أغلب الأحيان ذكر دور العرب والمسلمين في مجال الرسم العلمي، أو أن يتم ذكرها على أنها مجرد نقل لا إبداع فيها. كما تهدف الدراسة كذلك إلى إلقاء الضوء على أهمية الرسم العلمي وضرورة الاهتمام بهذا المجال وتنميته في الوطن العربي، حيث لا يأخذ هذا المجال الاهتمام الكافي به في الوطن العربي، كما لا يوجد قسم مستقل لتدريس هذا التخصص، ولا يوجد معلومات كافية عن العاملين في هذا المجال أو عن أعمالهم إلا القليل، مثل الدكتور جراح علي الطبيخ الطبيب الكويتي الذي يهوى الرسم وقد قام برسم كتابي عن الأمراض بنفسه. كما قدم اقتراحا بإنشاء قسم متخصص في هذا المجال، لكن قبل اقتراحه بالرفض. وفي مصر هناك أحمد غيث الذي يعمل كرسام علمي وقد قام برسم أول كتاب عن الفراشات المصرية، والذي صدر في عام 2007 عن قطاع حماية الطبيعة التابع لوزارة الدولة لشؤون البيئة. ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم تقسيم البحث إلى 3 أبواب على النحو التالي. الباب الأول أهمية الرسم العلمي وتاريخ ظهوره، ويتكون من فصلين. يبدأ الفصل الأول بإلقاء الضوء على العلاقة بين العلم والفن وأهمية كل منهما للآخر، ثم يعرض بعد ذلك مفهوم الرسم العلمي وأهميته. أما الفصل الثاني فيعرض تاريخ الرسم العلمي في العصور التي تسبق الإسلام، من العصر البدائي إلى العصر السكندري، مع الإشارة إلى ما كانت عليه المعرفة العلمية في تلك العصور. الباب الثاني التصوير العلمي في المخطوطات الإسلامية، وينقسم إلى 3 فصول. يسرد الفصل الأول العوامل التي ساعدت على ظهور المخطوطات العلمية، والتي من أهمها مكانة العلم في الإسلام وحث القرآن والسنة على طلب العلم، والذي كان سببا في وجود العوامل الأخرى مثل تبني العلوم المفيدة أيا كان مصدرها، ورعاية الخلفاء والحكام للعلماء، والاهتمام بأماكن التعليم والترجمة. ويدعم الفصل الثاني والذي يلقي الضوء على مراحل تطور التصوير في المخطوطات وأثر الفتوحات الإسلامية وهامش الترجمة عليها والأطوار التي مرت بها تصاوير المخطوطات العلمية. ويحتوي الفصل الثالث على مختارات من تصاوير المخطوطات العلمية في مجالات مختلفة، كما تضمن نبذة عما كانت عليها تلك العلوم من تطور انعكس على إنتاج المخطوطات المصورة. الباب الثالث دراسة تحليلية للقيم الفنية في مختارات من المخطوطات العلمية، ويهدف إلى تحديد تصاوير المخطوطات العلمية فنيا. وقد قسمت المخطوطات على 3 فصول. فيضم الفصل الأول المخطوطات التي تضم مجالا علميا واحدا، والفصل الثاني يضم المخطوطات الموسوعية والتي احتوت على أكثر من مجال علمي. ثم الفصل الثالث وهو يحتوي على المخطوطات شبه العلمية، وهي مخطوطات مرتبطة إلى حد ما بالمجال العلمي لكنها ليست علمية خالصة، ولم تتقيد الدراسة بتحديد حقبة زمنية أو مدرسة فنية معينة، مما يتيح دراسة عدد أكبر من النسخ المختلفة للمخطوط الواحد والمقارنة بينها لمعرفة التغيرات التي طوأت على أسلوبها مع اختلاف زمان ومكان إنتاجها. وتراوحت تلك الأعمال من الرسوم الخطية البسيطة إلى التصاوير المركبة والتي تميزت بالتنوع الكبير في الخط واللون والتصميم. وقد تبع ذلك خاتمة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة. وفي نهاية أحمد الله العلي القدير أن وفقني ويسر لي من عاونني على إتمام هذا البحث،
وأرجو أن يوفقني إلى ما فيه الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير. ويطيب لي بعد هذا العمل المتواضع أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة الكرام، الأستاذة الدكتورة نعيمة ششيني، والأستاذة الدكتور حمدي عبد الله، والأستاذة الدكتور محمد شاكر، والأستاذة الدكتورة أمل نصر، لتفضلهم بقبول مناقشة الرسالة وعلى ما بذلوه من جهد وضغط في قراءة هذا البحث وتقويمه. وأخص بالشكر أساتذة المشرفين الأستاذة الدكتورة نعيمة ششيني والأستاذة الدكتورة أمل نصر لحفظهما برحابة صبر على إتمام هذا البحث ولبذل كل الجهد في سبيل ذلك. وإنفانا بالجميل أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى الأستاذ الدكتور فاروق وهبة لدعمه لي أثناء سنوات دراستي بالكلية وتشجيعه الدائم لي لإكمال في هذا المجال، فله مني كل الثناء والتقدير. وقد تضيق كلمات الشكر وتعجز عبارات التقدير عن تقديم وافر شكري وعظيم امتناني إلى والدي العزيزين وإخوتي وأخواتي وصديقاتي الذين كانوا جميعا سببا ودافعا قويا لي لمضي قربا في هذا البحث. وأخيرا أغتنم الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى الحضور الكرام الذين شرفوني بحضورهم اليوم. لكم مني جميعا خالص الشكر والتقدير. شاكر العميد الأسبق في كلية الفنون الجميلة، ونتشرف بيهم بوجودهم ونتعشم في دورهم الكبير في إتمام مهمة الإشراف بالملاحظات القيمة إن شاء الله اللي حيقولوها. بالنسبة لهاجر، الحقيقة هاجر طالبة جادة جدا مجتهدة جدا، أنا أعرفها من وهي في مرحلة البكالوريوس أثناء الدراسة يعني من أولى الرابعة، وهي طالبة مهذبة ودؤوبة وجادة جدا. اختارت البحث باختيار يلائم اهتماماتها، استغرقت جدا في البحث وعملت، أقدر أقول إن هي عملت جولة في متاحف العالم علشان طبعا بخبرتها التكنولوجيه، لان انا في حاجات ما اعرفش توصل لها ازاي في الماده اللي هي جايباها، ففعلا جابت ماده كتيره جدا ومهمه جدا. لكنها يمكن توسعت كتير جدا حول الموضوع، يعني بعترف يعني ان هي في يعني موضوع اسمه القيم الفنيه في تصوير المخطوطات العلميه في العصور الاسلاميه، هي عشان توصل للنقطه المتخصصة في الموضوع يعني عملت رحلة طويلة جدا جدا وتشعبت فيها وتعمقت فيها واستغرقت جدا جدا في البحث. وكنت دايما يعني في شبه مشكلة في التواصل معها، لأنها كانت بتنقطع، يعني بتشتغل كويس جدا جدا بس بتنقطع وتغيب، وصولا للانقطاع الأخير اللي يعني جالنا تحذير من الدراسات العليا إن هي ممكن تعيد التسجيل، وأنا دورت عليها عشان تيجي وتكمل. فعشان كده الحقيقة يعتبر الإنجاز اللي عملته بشكل متقطع، وده ساعات بيبان في الرسالة. واضح قوي إن هي يعني استغرقت في البحث في تفاصيل كتيرة جدا، كان في جهد بقى في اختصارها بعد ما حصلت عليها. لكن على أي حال هي اجتهدت جدا، وما قد يشوب البحث من أي تقصير إن شاء الله يتم، وإن شاء الله نستفيد مناقشة الأساتذة. لكن
أنا بحييها لمجهودها ولجديتها في البحث، وحقيقة كانت يعني مجهود مشرف جدا، وبتمنى لها التوفيق، ويتفضل الأستاذ الأستاذ بمناقشة. شكرا دكتور. التربية الفنية في القاهرة جامعة الحيوان، هو اللي حي هما الاثنين وهما جابوا وبشكل خاص مواقع النت وحللها في فيما بعد،
فلقيتي الصور كثيرة. الاختيار دي برضه مهمة البحث. انت لما تلاقي صور كثيرة تختاري افضل الصور اللي هي توصلك للهدف اللي انت حطاه، القيم الفنية في تصوير المخطوطات العلمية في العصور الأخرى. الصور بس 310 لقيتي عاملة ملاحق. الملاحق كام صورة؟ 164 صورة. ده عدد كبير، ده عدد كبير بشكل. يعني أنا في الرسالة ببقى محدد بعدد معين من الصور وعدد معين من الصور تخدم لي الموضوع. لما نيجي للمراجع هنلاقي إن أنت استعنت بكمية كبيرة بمواقع النت 197 مرة. 107 الواحد يطلع ولكن أي موقع، المواقع دي باستمرار بتاخد من بعض وباستمرار بنلاقي معلومات متكررة. فأنا حابب عن الموقع اللي هو بيعمل إعادة لموقع قبليه أو موقعين قبليه وخدوا منه. فلقينا الموقع الإلكترونية 147 موقع، المراجع الأجنبية 3 كتب. يعني دي تتحقق من خلال الكتب من واحد. لا في 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 كتب كتيرة جدا. الأكثر من المواقع هي عندها 169 موقع، ولكن ده بيدل على إن الباحثة حاولت بقدر الإمكان إن هي تشوف موضوع الرسالة بتاعتها من خلال تعدد المراجع، ولكن هي فاتت بشكل كبير جدا على المواقع النت اللي هي زي ما قلنا 169. هي المواقع اكثرها صور، عشان هي الصور باخدها من موقع المتحف نفسه يعني من اصلي يعني. عظيم يا انك انت بتاخدي من الصور من الموقع نفسه من المتحف نفسه. ولكن ده يجرنا لسؤال، إننا لما باخد القيم الفنية في تصوير المخطوطات العلمية في العصور الإسلامية دي ماشية واسعة أوي. ده أنا بصفتي كباحث حد المساحة الزمنية أو الفترة الزمنية اللي هي اتعملت فيها المخطوطات اللي أنا شايف وممكن أرى عن طريق استبيان شايف إن هي دي أفضل فترة زمنية كان فيها المخطوطات مزدهرة كانت على مستوى عالي. فانت لما تاخد المخطوطات الاسلاميه زي ما بتكلم على الاستاذ بقى القيم الفنيه في التصوير تاريخ التصوير. هاخد انا كل الفترات دي هيبقى صعب عليا وحمل عليا. يعني الرساله مش موضوعه، الرساله محدده بهدف. فانت يعني زي ما قالت الدكتورة نعيمة الشيشيني لما انت خدت كل المسافة الزمنية دي، ده كل مسافة زمنية من الممكن ان تكون رسالة مستقلة ومحددة وكافي بالغرض اللي انت سعيت ليه وهو الغرض الاساسي وهو القيم الفنية. انا هقول لك بقى على شوية ملاحظات ومنها انا برضه حجم الحديث علشان الرسالة يعني صعب الواحد يعني يعمل ملاحظة على كل الإحصار. أول الملاحظات عند فهرس الموضوعات، ده غير مرقب. تحت فهرس الموضوعات ده غير مرقب بالأبجدية، المفروض يرقب بالأبجدية. ده تفتح الصفحة الأولانية زي الثانية زي الثالثة زي الرابعة زي الخامسة، لازم لازم لأن إحنا عندك فهرس موضوعات ما شاء الله حوالي 4 صفحات ولا 5 صفحات. يعني فهرس الصور برضه ينطبق عليه نفس الحاجه. رقم أبجدية. أنا دلوقتي بقدم وقفة ولازم اللي بقدم وقفة بقدمها بحيث إن هي تمشي في هذا الموضوع. فهرس الموضوعات، فهرس الأشكال، لابد هما داعي للأبجدية وعملية. دي قبل ما تنزل رسالة مهمة، لابد من الوصول عليها.
انا شفت هنا ملاحظة، والملاحظة دي كنت من سنوات بتكلم عليها، ان انت لما بتقدمي موضوع البحث بتقدمي فكرة البحث والاهداف والحضور وما شابه ذلك، انت كنت دخلت في البحث في رسالة كنت عشتها وقالي بشهر وشهر ونص لقيت اللي بيحكوا عملتوا فهرس وعملتوا مشكلة البحث واهداف البحث وحضور البحث، فليه انت ما عملتيش ده؟ المشروع اللي انت قدمتي لي القصه واقف عليه. ده الغلط. لان هو هيبقى في فرق بين ان المشروع ده يبقى موجود فانا عارف منه انت عاوز ايه. المشروع ده لو مش موجود يبقى اي حاجه هتتحط هنا انا مش هفهم انت اصلا ايه. يعني انت اصلا ايه؟ لكن انت بتحددي فيه، فده لو يعني انا احس بهيئه الاشراف ده يضاف الجزء ده مهم جدا علشان يبين الجهد اللي اتعمل. لكن انا بدخل في الموضوع مره واحده فبحس ان هي ايه؟ يعني انا مش عارف انت عاوزه ايه؟ انت عاوزه ايه من العنوان ده؟ ده مهم جدا. ما انت عملت جهد. يعني جهد الواحد قضى فيه وقت حتى حفيدي شايفني انا ماسك الرساله ليل مع نهار قالت ما تذاكر. قلت له ايوه بذاكر. فالرساله فيها جهد، والجهد ده لما بتنظم بيساعد على الوصول الى المعلومه او الوصول الى الهدف اللي انت ماسك ليه؟ وانت عندك هدف جميل وسامي انت عاوز تظهري زي ما عرضت في الرسوم البيان اللي عملته ده، عاوز تظهري الحقبه المختفيه اللي موجوده في الفن الاسلامي اللي هي كان ليها دور مهم جدا في عمل الرسوم، لان هي كانت انا بعتبرها وده وجهه نظر خاصه انا بعتبرها دي كانت منفذ في الوقت اللي هو كان في دعوه التحرير، فكان بيرسم ايه؟ يرسم النبات يعني يرسم الحيوان يرسم الجسم البشري اهو بيرسم، لان حتى لما جه محمد عبده وبنى الفكر بتاعه قال الرسوم المفيده اللي هي العوم، وكان بيقصد بيها البدايات اللي هي رسوم علميه، وان الرسوم العلميه دي مفيده للتخصص اللي هو بيدرسه اي واحد، ومفيده للناس ان هم يشوفوا اشياء مجهوله، لان الجسم البشري ده او النبات او ما شابه ذلك هي كلها مجهولات، ولكن من خلال التقنيه الحديثه دلوقتي احنا بنتفرج على افلام في اشياء لم نكن نتوقع نراها، ودي علميه يعني ده الافلام اللي بتعمل دلوقتي دي تعتبر رسوم علميه بس خدت تكنولوجيا حديثه اظهرت، بحيث ان انت تقعدي في جلسه تقدري تشوفي عمليه الهار، تشوفي الجراحات اللي بتتم، وده اللي بيخلينا نربط بين خيال اللي بيرسم الرسوم العلميه دي وخيال الفنان. لو نتذكر الدكتور شاكر لو تذكر في كان فيلم عمله دائي اسمه الغواصه، وكان بيتخيل ان يعني في غواصه بتدخل الجسم وتمر ليها دلوقتي المناظير اللي احنا بنشوفها واحنا عارفين ده، بل بالعكس ممكن قوي واحد يعمل يعني عمليه مناظير وهو مخدر مثلا نصفي يرى الجوال اللي بيتم داخل معايا هاجر. عيب انها ما تقدرش تعرف اذا كانت تتصرف ولا مش تتصرف ولا تعمل. ما هي ما هو اللي بتاخدنا الحكايه دي للتدريس، ان انا من خلال المناهج اللي الواحد درسها من خلال المناهج وانا بشرح بشوف اللي قدامي بحس ان هو فاهم ولا مش فاهم، وده اللي بيخليني برجع انزل من مستوى الكلام او اعلي من مستوى الكلام. وتحضرنا برضه لما كنت مستشار في اليمن كل الناس مناقبين، فتلاقي واحده قابلتك في الطريق ازيك؟ قال بس انك وانا ما اشوفش حاجه ثانيه. فقالت انت مش عارفني؟ اعرفك منين؟ هل العينين انا هقعد ابص في العينين علشان
أعرف، لكن هتعود يعني خلال ما شفيه في إذن الله. نقطة برضو نمرة ثلاثة يا هاجر، عدم وجود إشارة للصور الموجودة بالمقدمة. في مقدمة وحطيت فيها صور صفحة أو صفحة هيك وواو وجيم وطاء وياء و الصور دي أنت عاملة مقدمة. طيب ما انا بتكلم عن كده، انت حطيت الصوره دلوقتي تدوني تحتيها البيانات، لان في حاجه هتستحسنها لما عملت مراجعه بين التعليقات او التفاصيل الموجوده تحت الصوره ومحتوى الصور، لقيت في حاجه جيده انت عاملاها وممتازه فيها صور، فلازم دي تعملي اشاره. يبقى هنا بقى المقدمة أنا شايفها أنها منفصلة ولوحدها، لا دي المقدمة دي تيجي مقدمة الباب. لو جت مقدمة الباب بمجموعة الصور دي بالإشارة إليها حكيت يعني تستقبل اللي بيقرأ استقبال، لكن ألاقي المقدمة لوحديها فأنا أضمها، أنا مش هعمل حاجة تانية، أنا هضمها للباب، فتبقى مقدمة للباب اللي هيتلوه فيما بعد زي ما انت عامله تحطيط فصلين، فصل اول وفصل ثاني. معايا حاجه؟ طيب. انا حتى هو كاتب لك التعليق على الاشكال متميز ومطابق للموجود اسفل الاشكال في متن الدراسه، وضرب لك امثله فيها تعليق ممتاز جدا وجيد جدا، وجوه الفيكس اشكال شيفت كبير ومطابق. انت استعنت طبعا برسائل علميه، وانا شايف ان انت عدد الرسائل العلميه اللي استعنت بيها كان 10. لما تنزليهم في الهامش يا هاجر لازم بعد ما تكتبي الرساله العلميه دي لازم تكتبي جمله اعتراضيه غير منشوره، لان الرساله دي غير منشوره، فدي تستكمل بيانات وتستكمل وجبتك الموضوع اللي انت بتناقشي فيه. في نقطه ثانيه ودي برضو في التنظيم، انت بتعملي بتكتبي الباب وبتكتبي الفصل، بلاقي العنوان بتاع البونت بتاع الباب زي عنوان بتاع البونت بتاع الفصل. البونت بتاع الباب يبقى والبونت بتاع الفصل يبقى اقل، وما اعملش مثلا زجزاج كده زي انت عاملاه. انا اعمل لك لا دي رساله علميه، يعني نشيل كل ده مش دي لازمه، وافتكاسات بتاع الكمبيوتر ممكن يبقى في عليها. نيجي على الفواصل، يعني الرساله كبيره وفيها فواصل، الفواصل دي بتتحسب في تعداد صفحات الرساله وما بحطش عليها ارقام، ولكن احسبها كرقم. يعني مثلا انتهيت في الفصل الاولاني رقم 90، وبعدين الفاصل ده ما احطش عليه رقم، وبعدين احسبه 91 92 وادخل في الباب الثاني يبقى اكتب 93. الفواصل دي بتحسب فيها مجموعه من الارقام، وده مهم جدا وهتوضح لك الرساله. يا دكتور انا كنت عايشه، انا بدرس كنت خلاص طبعت الرساله. نعم؟ قلت لها انا عايشه على الموضوع ده بس كنت خلاص طبعتها، فقلت افضحها بعدين. خلاص. ولو قالت لك ما تقولش بتطول خلاص. عشان الجيم فتحت بيها التصوير كل اللي قالوا عليه عملت. انا كمان هديكي يعني استخلاص. لما بتيجي تكتبي عنوان الباب، عنوان الباب في فصل وحط تحتيه الفصل الاول بالعنوان بتاعه والفصل الثاني العنوان بتاعه الفصل الثالث مسميها. اما اجي بقى اخد الفصل الاول ما اكتبش الباب الثاني او الباب الاول، خلاص انا الفصل ده هو اللي هيسد على الفصول دي كلها. فانت هنا بتكرري الباب الاول في الفصل وبترجعي تكتبيه عند الـ 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 الـ
فاصل الفصل بتكتبي باب مثلا افترض باب الاول فصل كذا، لا انت ما دام كتبتي كده يبقى تخلصي ان انت تكتبي. دي مهمه جدا وهتخلي رساله ننقيها من الحاجات دي، لان الحاجات دي بتخلي الواحد بقى ايه يدوش فيها وهو بيقرا. انا عاوز اسالك سؤال بقى، ايه المقصود يعني انا وانا بقلب الرساله لقيت في الاخر انت عامله ملحق للصور، ايه المقصود بملحق الصور؟ يعني الصور هو البحث، بس بتصير اعمل اي لو عايزه الضمير في البحث تخليها صوت على الوجه عشان كتير بعض الجامعات بتعملوا بعض الجامعات بتعملوا طبعا هو يعني انا شايف حاجتك يا هاجر عدد الصور هي حوالي حاجه و 60 صوره. انا بعمل ايه؟ انا لا اعتقد على الملاحق ولكن ممكن تكون من الملاحق، ولكن لو انا في الباب الاولاني وفي الفصل الاولاني عملت مثلا 10 صور او 20 صوره وجد وعندي امل ان هو في صور ثانيه تفيد هذا الجزء احطها في الصور، والباب الثاني كده والباب الثاني كده، فتلاقي 168 صوره اللي هم في الاخر دول اللي هم عملوا تضخيم اكتر. لما نلاقي عدد الصفحات 300 وكذا ونلاقي الصور 168 صفحه كتير، فانا ممكن يعني كحل ان انا الباب الاولاني في الفصل الاولاني في 10 صور، انا شايف ممكن الاستزاده بالصور بصور ثانيه احطها في الملحق واختصر واشير الى الفصل ده ان الصور من 1 إلى 10 تخدم الموضوع اللي انا بعمله ده. فانا وانا حتى وانا بقلب ابقى انا عارف ان الصور دي في هذا القلب ده رايي يعني. هو انا فعلا قريت صور الرساله وطمنتهم لا هي دلوقتي خدت في الرساله اولا هتختصر في الصور بتاعت الفصول كتير. اجي بقى في الملحق انا ممكن اشايف ان في صور ثانيه انا ممكن اضيفها اختصر فيها واضيفها في الملحق واشير اليها في الفصل. من 1 لـ10 او من 1 لـ20 او من 1 لـ30. فدي هتخليني حتى انا بعد ما اقرا الفصل الاولاني عاوز استزيد اكتر اروح راجع للملحق وشايف صفحه 1 لـ10. ده المطلوب. في حاجه ثانيه برضو، انت عملت مصطلحات جميله وكثيره وجيده وتقرب الموضوع لاي واحد يدرس او اي واحد يتابع لهذا الموضوع، ولكن انت شايفه جوه الرسالة دي تعملي حاجة اسمها مصطلح إجرائي. إيه اللي أنت بتقصدي بقى بعد استعراضك للمصطلحات كلها؟ إيه اللي أنت عاوزاه بقى من الصور العلمية دي؟ عاوزة إيه بالظبط؟ فيبقى خاص بالرسالة بتاعتك. وفي نفس الوقت أنت على علم بكل المصطلحات أو أغلب أو أكثر المصطلحات اللي اتقالت في هذا ده جهد. انت رحت جبت اليمين وشمال وفوق وتحت، ويبقى تعملي حاجه اسمها مصطلح اجرائي هو ده اللي يلخص ويبين الجهد اللي انت عملتيه. نقطة برضو تنظيمية برضو هخليك تعمليها هاجر، وهي خاصة بالمراجع بتاعة البحث. انت بتعملي مراجع البحث بتبدأي من مرجع واحد لمرجع 100. ما تجيش تعملي العربي من 1 لـ7 والمش عارف ايه من 1 لـ8.
ومش عارف مرجع مراجع اجنبيه من واحد لثلاثه، مواقع نت من واحد، لا ده مش تجميل كلهم. والذي يختلف هو اختلاف العنوان. اه يختلف العنوان، تظبط العنوان من فوق بتاع المراجع والكتب واخد بالك، ومن وتبداي واحد اثنين ثلاثه خلاص. المرجع العربي ده رقم 10، يبقى اللي بعده 11 12، خلاص المرجع ده من رقم 11 12 لغايه 20، يبقى اللي بعده 23. معايا؟ ده شيء برضه في المراجع، دي ملاحظه عشان نشوف الجهد ده جيد. ان انا دلوقتي نفرض انا استعنت بمرجع اللي عنده الدكتور محمد شمال، وبعد فتره استعنت بمرجع وانا بعمل الرساله، استعنت بمرجع الدكتور محمد شمال في الفصل الرابع، استعنت بمرجع الدكتور محمد شمال. لما اجي احط المراجع احط الدكتور محمد شاكر، مش هنحط قرع المياه، محمد شاكر. المرجع اللي بعديه يبقى خط، والمرجع اللي بعديه يبقى خط، والمرجع اللي بعديه يبقى خط. ما اكتبش محمد شاكر محمد شاكر. وانا كاتب لك امثله، مرجع 4 ومرجع 5 ومرجع 6 ومرجع 8 ومرجع 9 ومرجع 10 و11 و12 وصار 306 36. يعني معناها ان انت تظبطي المراجع دي بعد التسلسل اللي بيبدا في الرقم عادي. رقم عادي مش رقم واحد. ترقمينهم. محمد شاكر ده رقم 40، وبعدين ساعات محمد شاكر رقم 41، ولكن اسمه هنحط تحتيه شرطه او خط طويل. في برضه ملاحظه، وانت طبعا دورت كتير في مراجع وكتب مؤتمرات، لما تيجي تستعيني بكتاب مؤتمر، المؤتمر ده زي ما احنا عارفين والاساتذه عارفين بيبقى عنوان، والباحثين كل واحد عنده البحث، فانا بحط العنوان بتاع كتاب المؤتمر وبين قوسين بحث عبد الستار بيتكلم في النقطه دي وبيصد كذا من مجلد المؤتمر. لكن ما اكتبش مجلد المؤتمر وما عملتش صفحات وما اكتبش اسم المؤلف، لا ده يجوز قوي في المؤتمر ده بيشارك حوالي 40 باحث او 50 باحث او 60 باحث، واخد بالك؟ فدي بتدي موثوقيه اكتر، وحتى تتيح فرصه للي بيشوف المرجع ده انه يرجع اليه في نقطه يشوفها من العنوان بتاع. النتائج والتوصيات، انا برضو راح استعرض النتائج والتوصيات صفحه 330، واخد بالك ان هي نتائج حكايه، وده مش بحث علمي. النتائج دي انا بعتزل اللي انا وصلت اليه في سطرين، سطر ثلاث سطور، لكن اكتبهم في حوالي 10 سطور دول صعب. فبتتحول معاك الاساتذه المشرفين نتائج اللي توصلي ليها للخلاصه. ايه الخلاصه اللي انت وصلتي ليها في هذه النتائج؟ نيجي للنقطه الاخرانيه في الاجمال، الشكل الاجمالي العام، التوصيات. برضو انا شفت التوصيات لقيتها هذا محتاجة إن هي يحصل لها برضه تلخيص نوعا ما. ليه بقى؟ لأن التوصية دي أنا بعتبرها منطلق لبحث آخر من الأبحاث، سواء الباحثة أو الباحثين الآخرين. يعني ممكن باحثين آخرين قوي هو يمسك الرسالة كده يقراها فبيلاقي موضوع عن التوصيات، لأن التوصية عبارة عن إيه؟ التوصية وأنا بشتغل في طريقي بعمل البحث بتاعي أجد أشياء لو خدتها هتبوظ البحث، ولو سبتها مش هتبوظ البحث، ولكن هي نقاط لبحث. فدي أنا بقى يعني كباحث بقدمها للباحثين الآخرين إن هم يستفيدوا منها.
وانا حسي فديتها ايه؟ فديتها بفائده علميه من الموضوع وتناوله وخطوات تناوله، وفائدتها ان بشوف موضوعات اخرى اتفضل عنها موضوع البحث وما اقدرش انا اخش فيها لان خارج اطار البحث بتاعي او خط الفكر بتاعي اللي انا عاوز اوصل دي النقاط الأساسية الجوهرية اللي هي بشكل عام في رسالة. أنا يعني مش عاوز أخد وقت كبير، بس أنت عامل رسالة يعني زي ما خدتينا قعد وقت، احنا عاوزين نقعد معاك وقت ولا بقولها زي ما خليتنا يعني قعدنا وقت في قراءة الرسالة. بقول لك لو كل صفحة لو كل صفحة يعني اللي كنت بتعرضيه الرسامين العرب في العصر الحديث وعلى ده ممكن تتعمل عنه شغل، تعمل لهم موضوع رسالة سواء انت او غيرك او غيرك او غيرك او غيرك، لان انا فوجئت ان في ناس فعلا بتهتم بالحكايه دي. وجوه متن الرساله انت قلتي حاجه ظريفه او منهج ظريف بيتعمل، ان اللي بيعمل رسوم علميه يجب ان هو يدرس 3 سنين في الاكاديميه، لان يدرس طبيعه الماده العلميه اللي هيعملها رسوم. واحد متخصص في رسوم الجراحة، واحد متخصص في النبات، واحد متخصص في الذرة، واحد متخصص في شتى انواع العلوم. فانا مش هرسم حاجات انا بشوفها كفنان، لا ده انا برسم حاجات عشان تبقى عالي يتحرك منه الاخرين. انا يعني سعدت في الباب الاول الفصل الاول بعد ما هنشيل طبعا الخطوط السنوكسات اللي هي عاملاها دي، سعدت بانك انت عملتي لقاء ظريف بين الفن وبين العلم، لان العلاقه الحميميه اللي بينهم موجوده وممكن يبقى وبيشتركوا في الخيال، ولكن لما تكون الخيال الفني يساعد على الخيال العلمي، والخيال العلمي بيساعد المقتطرات الإسلامية دي بتساعد الإنسان الفنان على إنه يخوض منطقة جديدة. يعني إحنا العصر بتاعنا ده الفنان يعني مناسب قوي، الفنان من 200 سنة كان الحدود المعرفية للكون والأبحاث كانت قليلة، لكن الحاجات دي بتصب في خيال الفنان اثناء ادائه العام الفني. فده انا شايف ان ده شيء جيد، واستعنت برضه افلاطون وارسطو ومجموعه الفلاسفه وتعليمهم على موضوع الفن وتطرقك للموضوع الخاص بين الفن والعلم، مع ملاحظة أن هناك بديهية أن العلم يحدث له نوع من التطور. الجهاز ده يجي الجهاز اللي بعده يشوف العالم يشوف اللي ناقص فيه ويبدأ يكمله. الدواء ده كان بيعالج منطقة معينة بيجي العالم بعديه يطوره وهكذا وهكذا. أما الفن فمش معقولة اللوحة اللي كانت معمولة امبارح اللوحه اللي معموله النهارده احسن منها، ولا الفن الحركه الفنيه الفن اللي يجي بعديها احسن منها نتيجه للتقدم، والا احنا ما كناش نستمتع بتحركات تاريخ الفن ككل. وده شيء جيد انا شفته في رساله ومش على خطير، وشايف الهوامش عندك جيده، الهوامش ممتازه لانك انت محتاجة باستمرار انك تخرجي في موضوع مهم جدا، ان الهامش بيضيف شيء جديد للي عاوز يستزيد. يعني في ناس ممكن ما يبصش للهامش، ولكن في ناس بيشوف المصطلح بيشوف اسم الشخصيه وينظر الى الهامش.
طبعا دخلت في موضوعات كثيره جدا عن العلاج بطريقه عن طريق الفن وموضوع كبير جدا، وتطرقت برضه للجزئيه الخاصه ان احنا دلوقتي عايشين زي ما استاذنا الدكتور شاكر عبد الحميد عصر الصوره. الصوره خير دليل وخير موصل للمعلومه سواء سياسيه او اجتماعيه او او ما شابه ذلك. فاصبح الرسم العلمي ده مهم جدا، واحنا حتى لما بنشوف الكتب العلميه، انا كان ليا صديق طالب في كليه الطب ايام ما كنا بندرس، كنت بحب اشوف الصور بتاعه اجزاء الجسم البشري اللي هي مرسومه في الكتب العلميه، طبعا مش كتب علميه عربيه، كتب علميه مستورده. شوفي انت دخلتي بقى، يعني مش في جزء لا نتيجه لان الموضوع عملت مساحه كبيره جدا، دخلت في بلاد العرب ومصر القديم انا لو انا عندي تحديد هحدد، يعني حتى لو خدت بلاد العرب همر عليها مرور الكرام، او مصر القديم همر عليه مرور الكرام، لان انا عندي الاهميه الكبرى الموجوده في الرسوم الموجوده في المخطوطات اللي انا قلت هو ده نوع انا شايفه من وجهه نظر الخاصه نوع من التنفيس عن الفنانين اللي هم عايزين يرسموا مش قادرين يرسموا، فلقوا دي سكه رسموا فيها الشكل البشري. احنا دخلنا في الباب الثاني وخلصنا، وانا عجبني التقسيم بتاعه، يعني لما وصل التقسيم بتاعه عملها ثلاث فصول ومريت على الطب والادويه والنبات والحيوان والميكانيكا انا بعد لو انا بعمل على رسوم علميه، يعني بعد ما صرعت الرساله، فانا احدد المساحه والزمن واحدد نوع معين ايه اللي انا هعرف كل دول صح. فانت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مجالات استعرضت فيهم عن الرسوم المرئيه، وده جهد كبير عليكي يعني، ويخليكي يعني تعملي اشياء غير عاديه. في مثلا الصفحة اللي هي الباب الثاني اللي هي بعد صفحة 81، أنا كاتب لك ملاحظة هنا عليها اللي هي أنت عملتي في الباب الثاني وده صح، كتبتي التصوير العلمي في المخطوطات الإسلامية، اتلغى اسم الباب ده صح، وكتبتي التصوير العلمي في المنطقة الإسلامية، عملت الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث. في أبواب بعد كده ما كتبتيش فيها الرجلات دي، فأنت تتبعي نفس الأسلوب ده اللي أنت عملتيه هنا. تيجي الباب الثالث تروحي كاتبة فيه الباب الثالث، وحاطة فيه عنوان الفصل والمحتويات بتاعة الفصل، وعنوان الفصل والمحتويات بتاعة الفصل، وعنوان لأن هما ثلاث فصول تقدري تخليني وانا جاي بفتح الصفحه احس ان هو ده في هذه الموضوع. انا وصلت الصفحه انا كاتبه كتير. الجو عندكم حر قوي، بيقولوا لي رايح اسكندريه مبسوطين مفيش شغل. بروح شوفي بقى المجالات، مجال النبات، مجال البتاع ده، لو انت حددتي قلتي انا اختار في مجالات اذكرها،
في المخطوطات في مجالات كثيره جدا، ولكن انا اقول انا هختار المجال ده والمجال ده والمجال ده. وليه سبب الاختيار؟ ما انت باحثها بقى ان من خلال بحثك وجدت ان المجال ده يتميز بالمخطوطات الكثيره المتفرقه الموجوده في بلاد كثيره، يبقى في عندك سبب للاختيار. انا مش هكتب في المجالات كلها. وبعدين الصفحه عندكم جامعه اسكندريه صحتها مساعداها صفحه يعني كبيره قوي. وصلنا للباب الثالث والاخير. بصي فصل اول جدي منافع الحيوان لابني يخشوع، ومنافع الحيوان لابني البريه، ومنافع الحيوان للجاحظ، وجدي مش عارف نهايه السؤال والامنيه في تعليم الفروسيه وخواص العقاقير والحيل الجذري تشير. انا اقول ان في المجال ده اتعمل كذا وكذا وكذا، ولكن انا هختار ده لان ده افضل. هشيل من عليكي عبء كبير جدا في الاسره. انا هسالك سؤال، انت عرضت ممكن تعرضي هنا قلت مخطوطات علميه ومخطوطات شبه علميه. ايه اللي خلاكي نحيتي بعض المخطوطات وقلت شبه علميه وقلت على مخطوطات اخرى علميه؟ شبه علميه هي اصلا مش علمية زي مؤنس الأحرار مثلا، هي أصلا أشعار ممكن يحط حاجات علمية في نص كائنات مثلا طيور حيوانات يعني كده، في نص حاجات علمية في نص علمية أصلا مش معمولة علمية هذا يعني. ده أنت الرأي لسنة إيه؟ لكن إحنا لو إحنا عاوزين نعمل فاصل بين العلمي والشبه العلمي، والله أنا أقول الأعمال دي شايفة علمية والأعمال دي شايفة شبه علمية. واحد من المتحكمين أقول لهم تعالوا شوفوا معايا أعلم في الإشارة، أقول لهم تعالوا شوفوا معايا ده علمي، بقول عليه علمي، يقول لك شبه علمي، فهم بيختاروا لي. ولما يختاروا هديهم برضه في استمارة الاستبيان درجة الاختيار أيهما أفضل، وأخد مثلا ثلاثة، نفرض أنا مديله قائمة فيها 10، هيقولي ده علمي وده شبه علمي، ومرتبهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تاخد اثنين، تاخد ثلاثة، لكن ما أنا ما أقولش ده علمي أو شبه علمي، يبقى ده رأيي أنا الخاص بخبرتي العفر المحدودة، ونفس الوقت أروح قارن كل اللي دي نصيحة تعمليها لما تعمليها. هو انا استعنت كان برأي الدكتور حسن الباشا، كان كيف برضه لا ده رأي الدكتور مع احترامي واستاذنا وكل شيء، حسن الباشا جميل ومتخصص، ولكن انا بشوف اراء اخرى طلعت في هذا المجال، لان العلم لا يتوقف عند شخصية معينة، ولكن العلم متواصل ومتصل وبيخلي الواحد ممكن او يعيد النظر في اشياء كثيرة. هو ده العلم اللي بيخليني اعيد النظر في اشياء كثيرة. فانا بحتاج مجموعة من الاساتذة يبقوا معايا. لما جيتي بقى عشان اخلص الجزء ده، لما جيتي تعملي تحليل الرسوم، قولي لي بقى الخطة بتاعتك ايه لتحليل الرسوم؟ ده في الباب الثالث دراسة تحليلية للقيم الفنية في المفردات من المخطوطات العلمية. وبعدين عملت التحليل، أنا كاتب ليكي سؤال هنا، حللتيها على أي أساس؟ على أي أساس؟ الشكل يعني الرسم بتاعها واضح مظبوط ولا لا؟ الألوان يمكن حتى في مخصوص استبعدتها، حتى كانت الرسم فيها ضعيف شوية. لهذا الكلام اللي بتقوليه ده كلام ممكن ينطبق على اي تحليل لاي رسوم. اشوفها من ناحيه الطرف، اشوفها من ناحيه انا بعمل الموضوع في القيم الفنيه في المخطوطات
أجلس الدين يعني أنا عندي مجموعة كلهم هي المخطوطة العلمية. لا أنا خدت المخطوطة العلمية. ها المخطوطة العلمية. ما هو بس هو الإسلامية كل في كل التصوير. أنت هنا الكلام اللي قلتيه شيء والكلام اللي أنا طلعته من الرسالة شيء تاني. الكلام اللي في الرسالة العلاقة التصميمية بين النص والشكل. نمرة واحد. نمرة اثنين الأسلوب الفني والتأثيرات الفنية صارت. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة البناء الشكلي للتصوير. وأنا كنت كبرت في الأول يعني كله مع بعضه فالدكتورة أنا أنتي أحسن يعني أفصلها أقسمها أحسن بس أنا كنت كبرت يعني أنا مش معترض على التقسيم أنا مش معترض على التقسيم أنا لما سألتك سؤال في بداية كلامي دلوقتي أنا بقول لك أنت أسمت يعني عملت تحليل من أي جهة فقلت كلام بعيد عن ده لكن لا أنا دلوقتي أنا بحلل الأصول بحللها لكن أنت هنا العلاقة التفصيلية بين النص والشكل ده جميل ده شكل عام يعني الأسلوب الفني والتأثيرات الفنية السابقة ده جميل بناء الشكل هو طبعا انا لما ابني بحاجة موجوده في الطبيعه بحط لها اسس علشان الاسس دي اطبقها على ده زي ما اطبقها على ده زي ما اطبقها على ده فدي الاسس دي سليمه انا مش معترض عليها انا سالتك سؤال استفسار عن الاسس انت شطحتي ما فهمتش السؤال يبقى انا ما كنتش معترض صح بس بقى يعني انا حاولت بقدر الامكان ان يعني اثني على هذا الجهد واحاول برضو ان هذا الجهد ما يضيعش بين اشكال تنظيميه والأشكال التنظيمية دي بتساعد على الواحد يشوف لما لقى رسالة في 105 و 105 كتير وفي النهاية يعني بشكر السادة الأستاذة على شكرا الى الاستاذ الدكتور نعيم الشين والاستاذ الدكتور ابو النصر
السيدات الفضليات اللي يعني بنشرف بيهم دائما في الكلية وفي قسم التصوير، وخاصة في مجال الدراسات العليا الرسائل اللي بتنتمي اليهم او اللي بيكون حظ الباحث ان هم يكونوا مشرفين يكون دائما رسائل قيمة. والمنطقة بتاعت بحث اليوم الملعب الخصيب والملعب المحبب الى الاستاذ الدكتور نعيم الشين اللي هي يعني مولعة بالتبحر والبحث الدائم في الفنون التي تنتسب دائما الى المنطقة العربية والشرق الاوسط والمنطقة التي انتشر فيها الاسلام، وعندها الحقيقة مرجعية محترمة جدا في المسميات وفي علاقة هذه المسميات بالأمانة العلمية. ويمكن الاستنارة الدائمة واللي أنا بستشعرها في كل الرسائل اللي هي أشرفت عليها بنعتبرها يعني إمام في هذه المنطقة، ورغم أن الإمامة دائما تكون للرجال بس أنا بعتبر دكتور نعيم الشيني إمام في منتهى في العلم. خلينا نبتدع النار حقيقة يعني كل الشكر عليها على الإشراف الواعي، وبجانبها طبعا المستنيرة الأستاذ الدكتور أمل ناصر وهي التي نشرف دائما بها في منتدياتنا الثقافية كباحثة وناقدة ومتخصصة في ثقافة الإبداع التشكيلي بشكل عام، وفي الإلمام المستنير بعلوم الفن. علوم الفن الحقيقة بعد القرن الـ15 أصبح الفن يتناول العلم أو يتناوله العلم، ولا نجد أي فارق في أعمال العقل في قيم الإبداع التشكيلي. ويمكن البحث بتاع النهاردة تعرض لهذا الموضوع، ومن الحاجات القيمة اللي أنا بعتز بيها إن تعرض لي البحث في علاقة العلم. طبعاً لا يفوتني إن أنا أكرر امتناني واعتزازي بالجلوس دائماً بجانب الأخ الأكبر والأستاذ الكبير الفنان الدكتور محمد عبد الله، اللي هو يعني بالنسبة لنا صديق دائم للبحث العلمي في الإسكندرية، وأحد حراس الثقافة التشكيلية في كل كليات الفنون. يعني هو دائماً على موائد المناقشات في معظم كليات الفنون، هو أحد حراس المعرفة في مجال الفن التشكيلي. يعني أعتز دائماً في كل لقاء أتجول بجانبه، وده شرف كبير لي. الباحثة الحقيقة يعني أنا حسيت إنها مناضلة ومقاتلة وجسورة، ورغم إن هي وزنها 50 كيلو متر، لكن هي ما شاء الله عملت مجهود قبيلة أو فريق كبير من الباحثين. ويمكن المجهود اللي كمان ما في مبالغة أحياناً في بعض الأجزاء زي ما تفضلت دكتورة نعيمة وقالت إنه يعني فرض الغنى أو الكثافة اللي كانت تجمعها في الموضوع، لأن العنوان ما ينفعش نغيره. فهي يعني قبلت إن التخمة دي هي أستاذ دكتورة أمل تبقى يعني عيب نظيف أو يعني خطأ نظيف. فأنا ما بشوفوش خطأ قد ما هو تخمة في المعلومة أنا شخصيا استمتعت بيها جدا، رغم أنها أرهقتني كثيرا في القراءة زي ما حصل برضو للدكتور حامي، لكن بعتز الحقيقة ب يعني حرصها على أن تلتزم بالعنوان، وكان عليها من البداية زي ما تفضل أستاذنا الدكتور حامدي إنها يعني تركز في جزئية معينة كان هيبقى البحث حاجة تانية، وأيضا بالروح دي كان هيبقى قيم كما أتوقع. أستاذنا الدكتور حامدي شال
كلام كثير كنت أقوله، وبالتالي سأوقف في بعض الملاحظات اللي بستأذن لك إشراف أنهم يسمحوا لي بها، وأيضا بستأذن البحيثة مجرد يعني غيرة على اكتمال هذا الجهد القيم. في نقاط تنظيمية أحيانا لما أعتبر اللي قاله الدكتور حمدي يعني لا مراجعة فيه، لازم نلتزم بكله من ناحية الشكل، لأنه الحقيقة تقاليد البحوث العلمية ما فيهاش مناقشة. أنا بضيف ليها بس جزئية بسيطة مرتبطة بصفحة الغلاف. المفروض الاسم يبقى الدكتورة نعيمة حيدر الشيشي، واخد بالك؟ لأن دي ورقة رسمية، وهكذا الدكتورة أمل، وهكذا الدكتور حمدي. برضو حضرتك بالنسبة للدكتور حمدي قلتي الأستاذ المتفرغ والعميد الأسبق لكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وجيتي عندي وحذفتي اللقب بتاعي. كان مكتوب كده في الدستورية، هما زي ما بيقولوا كده في الأول، بس أنا لا، ما انت حاجة منها ما تلاقي كلام ناقص تستكمليه. هي الغلطة اللي عندهم من الدستورية. ما هو حضرتك لقيت الغلط تصلحيه. أنت هنا مسؤولة عن هذا البحث بعد ما يوصل. فيعني في حاجات في الشكل مش بتفرق، لكن بالظبط كده حاجات بسيطة ولكن بترجع لك في النهاية كملاحظة. صفحة 4 الفقرة الثالثة السطر الأول، أستأذنك تقري كده صفحة 4 الفقرة الثالثة السطر الأول. صفحة 4 الفقرة الثالثة السطر الأول. وثمن الفروق بين العلم والفن؟ اللي هي أولاً. أولاً فرق في أداة المعرفة، فالأداة التي يعتمد عليها العلم هي العقل، وهو واحد من أداة علمية البشر. العقل هو واحد من إيه؟ واحد من أداة علمية البشر هو فين مكانه في الجسم العقل؟ لا دكتورة رشيشك خلاص وضعها هنا ايه؟ لا ايوه فوق فوق يعني العقل فوق في العقل في المخ. ومفيش حاجة اسمها عقل على فكرة، دي النشاط العقلي ده هو المخ، فص مسؤول عن المنطقة الذهنية، وفص مسؤول عن المنطقة الوجدانية بس، لكن لا في حاجة اسمها حتة عقل جوه ولا حتة وجدان في البطن. فدي يعني ايه ملاحظة بسيطة. في عندك برضه في نفس الصفحة الوجدان نفس الشيء في السطر الرابع، اديني قلت لك عليه. في ثانية بقى في نفس الصفحة استأذنك تقري أول ثانية. فرق الغايات والأهداف، غاية العلم وهدفه المنفعة والمعرفة والتعليم، والتوصل إلى قوانين عامة وثابتة للبيان، بينما غاية الفن للخلق الفني للواقع والبحث عن الجمال. غاية الفن إيه؟ الخلق. الخلق الفني للواقع والبحث عن الجمال. لا، ما ينفعش تقولي كده، الفن ما بيعملش خلق، ما ينفعش، صياغة غير لائقة. الصفحة اللي وصلتها صفحة 5 فقرة 2 سطر 6 حضرتك كتبتي صفحة 5 اللي هي بشارة الفقرة الثانية السطر السادس، وانت بتتكلمي على الانثروبولوجي، هي يعني ايه ترجمة علم الانثروبولوجي؟ لا اسمه علم تاريخ الانسان، ولازم تكتبيها بالانجلش مصطلحاتك، يعني انت رساله علميه ما يضرش، او حتى مجرد الترجمه بتاعتها. صفحه 6 الفقره الثانيه السطر الاول، صفحه 6 الفقره الثانيه السطر الاول استاذنك تقري. اما في مجال الطب فان الفتره التطوريه العامه تقول
بأن العلم وهو الأكثر تميزاً ووضوحاً والأقرب إلى مميزات الحضارة العلمية هو الأعلى. ما ينفعش تقولي كده. العلم أكثر تميزاً. ما ينفعش وقت يبقى العلم أكثر تميزاً والفن أقل تميزاً أو الفن أكثر تميزاً. هما يتكاملون لكي يقدموا النشاط الإنساني اللي يتمتع به هذا الكائن اللي ربنا كلمه بنعمة الإيه؟ الوعي والإحساس. صفحة قصادها صفحة 7 الفقرة الأولى والسطر الأول. أستأذنك تقري كده. صفحة 7 الفقرة الأولانية السطر الأولاني على طول. هي دور العلم في الفن. ده كلام خطير جدا. ما ينفعش تقرري تقولي ان في القرن 20 ابتدا الفن يعمل ثوره لا، العلم بدا منذ العصور البدائيه. وحتى لو انا هلتزم بالمنطقه اللي انت مسؤوله عنها والمخطوطات الاسلاميه او المخطوطات اللي تنتمي الى العصور الاسلاميه، طب يا ستي العلماء اللي انت عامله عنهم يعني نشاط رائع بعد كده، كفاية الحسن بن الهيثم قبل العشرين، قبل القرن العشرين بيجي، وقبل كل اللي في القرن العشرين بيجي بقرون. فهنا انت بتقرري انه بدأ العلم، لا القرن العشرين ده يعني بيجني ثمار ما تم في العصور القديمة والعصور الوسطى ثم العصر الحديث. صفحة 18 حضرتك تتكلم عن التصوير العيني، والدكتور حمد تكي يعني إشارة ذكية جدا على دور التصوير الفوتوغرافي اللي هو يعني ظهوره ما كانش برضه بالكاميرا الفوتوغرافية من أول الحسن بن الهيثم برضه بالصدفة، هو أول واحد أشار إلى مسألة تصوير فوتوغرافي لغايه ما جاء ليوناردو دافنشي والغرفه المغلقه والشعاع، هوب دخلنا في عصر الاجرام السماويه اللي ابتدى الانسان يرى ما لم يكن يتخيله، ودخلنا في علوم المناظير اللي وصلنا فيها الى اعجاز لا ينتهي من التقدم اللي كانت بدايته التصوير الفوتوغرافي. كنت اتمنى يعني في رسالتك دي تعملي يعني باراجراف كده او يعني كم سطر عن قصة الإبداع في مجال التصوير الفوتوغرافي وعلاقته بالفيجوال كوميونيكيشن. صفحة 19 الفقرة السادسة. صفحة 19 الفقرة السادسة. السطر الرابع بقى. تكلمي في التوازن. كانت الكلمة المستخدمة يمكن هي تكن أو شكل، والتي تستقى منها كلمتين تكنيك وتكنولوجيا، وهي مصطلحات تنطبق على كل من الممارسات العلمية والفنية على حد سواء. لا أنا متحفظ على كلامك ده. طب هي ترجمة التكنولوجيا باللغة العربية يعني علم أصول الصنع، مش كده؟ علم أصول الصنع دي الترجمة الحرفية للتكنولوجيا. المسميات اللي حصلت دي ما هياش دلالة إن أنا باخدها وبستمر بيها، لأن التقنية صنع، واخد بالك؟ كون كان بيطلق في وقت ما قبل قراءة العصر الحديث للمسميات الدقيقة على إن الفن صنع فاخرة أو صنع يعني عظيمة، مش معناه ان احنا نقررها دلوقتي نقول ان ده مسمى تكنيك يبقى معناه الفن. صفحة 30 في ملاحظة كده يعني ايه انا مش معاكي فيها او ينقصها الدقة العلمية اللي انت بتتمتعي بيها. بتقول ان الانسان الاول كان من 5000 سنة و3000، وفي مرة قلت 30000 سنة ومرة قلت 20000 سنة، وعندك المستندات بتاعتك جبال المراجع.
لكن لما تراهن في علم الانثروبولوجي وتدوري على بداية الإنسان اختلفوا، ولغاية سنة 1961 كانوا مستقرين على أنه 3 مليون سنة، تمام؟ حتى تم اكتشاف كهف في أسبانيا اسمه نرخة، كهف نرخة ده لقوا فيه آثار لعظام آدمية، وبالتحليل طلع أن عمرها 5 مليون سنة، وبالصدفة فيها كمان آثار لبعض الأداءات لفنون الفيزياء. فهنا لازم تبقى مراجعك أحدث. حاجة غريبة جدا. وعلى فكرة الكهف ده من أهم مزارات أسبانيا دلوقتي، يعني كهف غير عادي، وأتمنى يا ربنا يكتب لك تروح تزوريه كده، هتستمتع بمتعة غير عادية. صفحة 48 الفقرة الأخيرة، وانت بتتكلمي عن علم أيون علم الأوزان في الفوكوتس، كان لقيه جامعة أم القرى، ما ينفعش أبدا أما أخذ معلومة من موقع بتاع جامعة أقول كده، لا، انت بتاخدي الموقع يا أستاذ أو كتاب رسالة علمية دورية، لكن مفيش أقول موقع جامعة أم القرى خدت منه كذا، زي جامعة اسكندرية تاخد منها كذا، ده غير علمية. استأذنك تراجع الكلام ده، فأمنت معاك رسالة قيمة جدا، وأنا الحقيقة يعني نبه إلى إن أنا بس بتكلم عن ملاحظات، إنما الرسالة مليئة بالإخلاص والأمانة العلمية. يعني فعلا انا من اكثر الرسائل استمتعت بيها. صفحه 57 الفقره الاولى اللي بتتكلم فيها عن العصر الاغريقي، ايه كمان؟ يمكن ان يتفق مؤرخو العلم على ان العلم الاغريقي هو اول بدايه الحقيقيه لتقدم العلمين بالمعنى الصحيح. الثقافه دي؟ فين؟ كمان؟ وأن كل ما سبقه عند الأشوريين واليونانيين والمصريين القدماء إنما هو خبرات ومهارات دارسها المشتريات بالعلم في تلك العصور. ده كمان. أنا بتهيألي كلنا هنقوم نتعارك معك دلوقتي. دي معلومة، يعني أنت مصرية الجنسية؟ بتضحكي ليه؟ أيوه مصرية. مصرية مش كده؟ فما ينفعش تقبلي معلومة زي كده. هو طبعا بيتقال كتير الكلام، هو كان هو متعرف عليه مش قصدي. متعرف عند مين؟ اللي بيكتبوا التاريخ. اللي بيكتبوا التاريخ مين؟ ردودك مش عجباني، يعني ما قال انت عامله رساله اشيلها فوق راسي كده والف بيها اسكندريه. هو عشان اكتر اللي بيكتبوا التاريخ اجانب، فمش بيقابلوا من اي حاجات تانية اي ثقافه. وتقبلي الكلام ده وانت بتعملي رساله علميه ومصريه كمان؟ بقى بس انا كاتبه الموضوع ده بعد كده. اسمحوا لي ادافع عن الدنيا عنكم ايها المصريين. ممكن ما ينفعش تقول الكلام ده، لان مصر اللي علمت الكون كله جميع المعارف والثقافات القديمه. يعني اما شامبليون اللي هو فك اللغه اللي عرفتنا المصريين عملوا ايه في تاريخ البشريه، هذا العظيم اتخبل قاعد يقول ايه؟ ان الخيال يتداعى ويسقط بلا حراك تحت اقدام الحضاره المصريه القديمه. تمام؟ الخيال نفسه مش الاغريق ولا اللي بعد الاغريق ولا اللي قبل الاغريق. اما تلاقي مثلا يوهانس كيبلر في كتابه الاعترافات بيقول لقد أصدرت قانون الأجرام السماوية، وليغفر الله لي سرقتي لهذا القانون من قواعد التمثيل الذهبية عند المصريين القدماء. أما واحد، أنا بضرب لك 5-6 أمثلة كده علشان أردت الضغط شوية اللي أنت عم تقولي. لا، ما أنا عارفة الإغريق تعليمه في مصر، في كتير، في علماء إغريق كتير تعليمه في مصر. لا، أنا بتكلم على جملة أنت مسؤولة عنها. اما اشوف مثلا
لما قالوا اسمه ايه ده الراجل فليمنج اللي اخترع البنسلين، كسر الدنيا اول بنسلين ما اخترع، وتطلع المخطوطات والبرديات على رقوش المعابد والمقابر، ان المصري القديم من 3400 سنه لقوا انه بيحشي الجروح المتقيحه بلباب العيش المتعفن اللي هو اللي اخترعه من البنسلين. ها؟ توماس كارير اللي هو قالوا اخترع المرحاض، اول واحد بقى يعني عمل انقاذ البشريه في موضوع الصرف الصحي. هيرودوت لما جه قال انني اعجب من يتناولون غذائهم خارج المنزل ويقضون حاجتهم بداخله. واكتشفت المواسير اللي طولها 400 500 متر من النحاس اللي هي كانت البربخ اللي بياخد الصرف الصحي من داخل البيوت، ها، من 4000 عام. فالحاجات دي انت كمصريه اذا ما مش لازم تقوليها، بس ما تقوليش الجمله اللي هي بتركني كل الحضارات القديمه ورا الاغريق، اللي انا شخصيا بعتز جدا بالحضاره الاغريقيه ولكنها تلميذ نجيب للحضارات التي سبقت عليه. فذكي عند التاريخ اعتذار، يعني اتمنى تعد دي او ما اعرفش تتصرف فيها ازاي لجنه الاشراف بقى صاحبه القرار. صفحه 74، صفحه 74 الفقره الاخيره، استاذنك تقري صفحة 74 الفقرة الأخيرة. وبذلك فقد حلت الإسكندرية أنشاء الحضارة العلمية وغدت منارة العلم عدة قرون، وأهدى الفكر العلمي إلى الإنسانية حضارة لم تبلغها من قبل، وذلك على أيدي نفر من العلماء الأبداد من أمثال بطليموس وأرشميدس وجالينوس وديوسكوريدس وأوليباسوس وبكريس وثاون وابنته هيباتيا. نقف هنا بقى. ثاون وابنته هيباتيا. ده هيباتيا اتعرف ان ابوها اسمه ثاون، مش ثاون اللي ايه قدم بنته هيباتيا. هي كان ممنوع ان المرأة تنشر بحوثها وابداعاتها، فكانت بتنشر في الصحيفة اللي بينشر فيها ابوها ثاون. لكن هيباتيا دي انت مصريه وسكندريه، اسكندرانيه ولا مش اسكندريه؟ اعظم نموذج للمراه المصريه والسكندريه اللي كان بيجي الناس تتدلمس على ايديها وهي في العشرينات من عمرها، وتقلدت وهي في بدايه الثلاثينات عماده معهد افلاطون للفلسفه العقليه. هيباتيا العقليه العبقريه التي يعني تزن ملايين البشر من اي وطن. لو قريت عن هيباتيا هتحسي الله، دي المراه دي شيء رائع، اجمل بنايات الله على الارض. ممكن تكون اهو دليله، ممكن تكون عظيمه يتتلمس قدامها جبابره في علوم في اي مجال من مجالات المعرفه. ما ينفعش بقى تذكريها وتعدي، لا ده انت تروحي واقفه عندها لانك انت تنتمي لهذا الفصيل الرائع. ها؟ وكمان بلدياتك اسكندرانيه وجنسيتك مصريه، كنت اتمنى تعملي فوكس عليها. صفحه 94 الفقره الثانيه السطر الاول، استاذنك تاني. الثانية السطر الأولاني في صفحة 94. ولذلك ما إن استقرت الدولة الإسلامية وامتدت مقامها من مشارق الصين شرقا إلى مشارق فرنسا غربا. ليه وقفت يعني من الصين لغاية فرنسا؟ فين الأندلس؟ فين أسبانيا؟ كملي. حتى اتخذ العلماء المسلمون يفهمون من موارد العلم المختلف فروعه وفنونه، فأخذوا يترجمون الذخائر العلمية
طب ننزل الفقره الثالثه كده ولا ليه السطر الاول عشان بس تبقى حركه واحده. الفقره الثالثه السطر الاول. وفي تاريخ العلم عند العرب خمسه يوضعون على القمه في قياده الحركه العلميه في العصر الاسلامي الزاهر، واولئك هم المامون ونظام الملك ونور الدين زنكي والحاكم بامر الله وصلاح الدين الايوبي وقد ارتقى. فين ابن رشد؟ انت عارف ابن رشد مين وعمل ايه؟ الله يسامحك. الغرب اللي هم كانوا سبب في تتلمذوا على ايدين الفكر الرائع في الاندلس وعلى ايدين هذا العظيم المسلمين عملوا النهضه بتاعته بالتربيه اللي تربوا فيها دي. على فكره في ثلاث كاتدرائيات عاملين بورتريهات لابن رشد جوه الكاتدرائيه. يعني أرجوكي في توليدو بالظبط اللي هي طليطلة اللغة العربية، وأنت باللغة العربية تدينا درس وأنت بتقدمي شغلك على السكرين بالتجويد وحروف القلقلة. أنا حسيت إنك بتقري قرآن وده مش صح. القرآن فقط هو الذي يجود، لكن لما تقري لغة عربية ترتل، يعني بترتل فيه خفة عشان يفضل القرآن له جلاله. هو بقى اللي بتخش له حروف القلقلة قطب وجهتين القف والطاء والبيه والجيم والدال ما يتحطوش في كلامك العادي. ها دي ملاحظات على السكة كده مع إعجابي الشديد يعني حبك للغة. نيجي للفصل، أنا خلاص قربت الفصل الثالث من الباب الثاني. أنت عاملة الحقيقة شيء رائع جدا اللي هو المختارات اللي خدتيها من المخطوطات، ورغم ان الملاحظه الذكيه اللي قالها استاذنا الدكتور حمدي من كثره الصور جيت في الفصل ده وقدمت 25 مخطوطه بس، كان لازم بقى ده اللي يزيد في حاجات فعلا زي ما تفضل استاذنا الدكتور حمدي كان ممكن تتلخص. انما الحقيقه الفصل ده بديع وانا بعتبره يعني من اهم خياراتك الرائعه. يعني نيجي للباب الثالث اللي هو الدراسة التحليلية بتاع القيم الفنية في مختارات من المخطوطات العلمية. يعني ما شاء الله هو ده طبعا الرسالة. أنا لقيت بس مسميات كده مش عارف رغم حبك للغة وإيه اللي جبرك عليها تيجي تتكلم تقول لي التصويرة الفلانية والتصويره دي متزوقه وفي تزويق واللي زوقها اسمه المزوق فلان. انا ما اعرفش الحاجات دي مش في اللغه العربيه بتدلعيها ولا بتشخعيها. في مره ارجوك ما تمشيش وراء اي ماركه. ايه هو ربما تبقى موجوده حطيها بين قوسين او لو هي باللغه العربيه قولي لي يمكن انا معلوماتي قاصر. انا لقيتها في كذا ماركه فعلا بس ما انت جبت لنا من مرجع واحد بهدلنا هو قاعد يقول مصر مجرد اجتهادات وغريت هو كله في الكل. اصل انا اشرت في البحث يعني بالظبط انا لقيتها في حته ثانيه فكنت عايز اقول لك يا ستي ما هو ايه اللي جاب دي هنا وتحط لك ليه؟ ما انت ليك عركه اخيره بقى فيها نفس الملاحظه. يعني خلينا في 212 الفقره الخامسه صفحة 212 الفقرة الخامسة السطر الثالث برضه ديت من الايه؟ الملاحظات اللي بتمنى كل الباحثين هو عيب شائع عند معظم الباحثين في كلية الفنون والتربية الفنية والتطبيقية. أما بيتكلموا زي العوام وهما بيناقشوا الألوان فيقول لك اللون الأزرق، اللون الأخضر، اللون الأحمر. بعد الاكتشافات اللي حصلت في نظريات اللون فبقى في مسمى لا ده في اسره للازرق، في اسر للاصفر، الكادميوم يلو ولا الكروم يلو ولا الليمون يلو، وكل اسره فيها الوان وكل لون فيه الاف الدرجات اللونيه 3500 درجه والعين بتقدر ترصد منهم 250 درجه. ما دام بنتكلم في علم نعمل رساله علميه لازم ترجعي بقى للاصول دي. ما تقوليش الوان بقانون البسطاء اللي بيروحوا يشتروا قميص احمر اقطعي يقول لك خليه احمر غامق احمر فاتح بس او احمر بطيخي
ما اعرفش احيانا بيقولوا كده. ده غير الحقيقه مقبول. برضه احيانا في الصفحه دي ذكرت اللون الاسود. هل الاسود لون؟ الاسود مش لون ولا الابيض لون. دي درجه. المفروض في الرساله العلميه ما ينفعش تقولي اللون الاسود. لان الاسود هو قمه القتامه مفيش رؤيه، والابيض هو قمه الاضاءه مفيش الوان. دي ملاحظات اتمنى عليكي تراجعيها. ايضا في خطا شائع في الرساله بشكل عام بنبه بيه كتير الحقيقه، وانت تستاهلي انك انت تخلي بالك لانك طليعه في اللغه العربيه احسن من نجيب الريحاني. مش كان بيقولوا كده؟ ما ينفعش تبتدي فقره بحرف الواو. بدايه الكلام ما ينفعش يبقى فيه واو ابدا الا اذا كانت واو القسم. عندنا القران الكريم هو العمود الفقري في اللغه العربيه. فانت كتير قوي عندك فقراتك بتبدا بالواو، ده لغويا غير صحيح. انما لو في واو قسم والضحى والليل اذا سجى والفجر وليالي العشر، واخد بالك، والعصر ان الانسان لفي خسر، دي واو قسم، فمقبول تبقى في اول الكلام. لكن انت الحقيقه ما التزمتيش بده. فضل لنا صفحه 264 الفقره الاولى السطر الثاني، وانت بتتكلمي عن سمرقند. دي مقاطعه في اوزبكستان. انت قلت كانت زمان اسمها سمرقند ودلوقتي بقى اسمها اوزبكستان. دي مسميات حديثه. ليها تاني في حاجة مكتوبة غلط. بيفضل لي بقى بالظبط كده، هي مدينة في جمهورية أوزبكستان. وعلى فكرة الجماعة الأوزبيك دول ناس في منتهى الرقي وإسلامهم صحيح، وما شفناش، أنا رحت زرت البلد دي ما شفناش أبدا اللي بتشوفه في المنطقة العربية. منتهى التدين ومنتهى التحضر. وخلاص ثاني يا بنات بتاع الامام البخاري روعه للاسف. خلينا في العركة الاخيره بقى 331 الفقره السادسه. استاذنك تقري. مش عركه قوي يعني، ما تخافوش عليها يا جماعه، هو بس دردشه علميه لاستكمال البحث القيم للفنانه هاجر. اتفضلي يا ستي اقري 331. 331 الفقرة السادسة. ولكن يبقى الطابع العام. ايوه. لأنك تصوري مختصرة. اقري بالراحة وقربي ايه المايك عليك شوية. ولكن يبقى الطابع العام في اغلب التصاوير المخطوطات يعكس تأثير الثقافة الإسلامية، ولكنها في النهاية يرجع على المسلمين وليس الإسلام نفسه، أي لا يثبت أو ينفي رأي فقهي معين. فتعاليم الإسلام تؤخذ من القرآن والسنة وآراء الفقهاء في مختلف العصور وليس أفعال المسلمين، فقد نجد في عصور الإسلام. كرر الجملة الأخيرة دي قبل ما تكملي. فتعاليم الإسلام أيوه تؤخذ من القرآن والسنة وآراء الفقهاء في مختلف العصور. جميل، الله يسعدك. وليس أفعال المسلمين. جميل. فقد نجد في عصور إسلامية مؤلفات عن السحر والذي هو محرم في الإسلام، ويحاول فيها المؤلف أن يحلل ما يكتبه. هل يؤخذ برأي أي كاتب أو فنان أم لا في القرآن والسنة وهي آراء الفقهاء؟ كملنا. فنرى مثلا الرجل الذي أتى الصحابي ابن عباس وكان يعمل في التصوير، وربما قد سمع عن حكم التصوير، فذهب ليسأله ماذا يفعل وهو مصدر رزقه، يسقط فأصحابه برسم الشجر وماذا يراهم فيه، فهو يتحرى أن يكون عمله لقمة فيه، ولو لم يسأل لما يتعرض له أحد ونصح التعريف بأحكام الإسلام. طيب أنا يعني مش عايز أخوض في هذا الموضوع، أنت اللي زرعت نفسك فيه وأنت دافعت عن نفسك، يعني سبحان الله. أنت بديتي كلامك بأنه خلينا نلتزم بالقرآن والسنة. اللي دخل ابن عباس والراجل راح يسأله ها؟ أنا قلت لا أنا قلت لا استني بقى استني بقى سيبيني عليك استني يا بنت يا بنت استني. انت حميتي نفسك ببدايه الكلام، وبعدين رحتي عامله شغلانه سبحان الله اتخضيت، قلت الله ده بدت كويسه قوي. يعني انت حطيتي ميزان عبقري
لما نرجع له في القرآن والسنة ما نلاقيش كل اللي تكتبها بعد كده. استني يا ستي، لو عايزة تعلقها هديكي فرصة. المفروض أما ترجعي لمنطقة فيها اشتباك أو فيها مشاكل ما بين الفقهاء والمدارس المختلفة، فأنت كفنانة وبتدرسي فنون وخريجة التصوير مش كده؟ فما تجيبيش ما يدين فنك، لازم تستندي إلى الاستنارة اللي هي في قلب القرآن الكريم. لما الآية الكريمة مثلا اللي في سورة سبأ، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواد، اذكروا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لو حضرتك التفسيرات للمستندين للآية دي، وآخرهم الإمام محمد بن طالب الشعراوي، ربنا بيتباهى ان قال داود بيعمل له تماثيل لسيدنا سليمان لانها ما كانتش بتعبد. تمام؟ فاما تشوفي العمود الفقري للعمليه الايمانيه في سوره فاطر، لا تزر وازره وزر اخرى، ما ينفعش اللي انت خايفه منه علشان كان في بعض المعتوهين في الجزيره العربيه بيعبدوا اصنام، يبقى أحرم كل حاجة. ربما يجي ناس في عصر تاني يشوفوا تمثال يعبدوه. الله، طب ما الشمس عبدت قبل كده في عصر قبل الحطب الرابع، دارينا احنا عن الشمس ولقينا حد بيعبدها. النار عبدت قبل كده، حد دخل المطبخ ولقى البوتاجاز وخاف اللي يعبده فراح رميه وأكل الأكل ني. هل لأن واحد بيكذب، انت ترتيد اتكلم في الموضوع ده، هل لان في واحد بيكذب والكذب حرام او ما اقطع السنة كل البشر عشان اقدر ما حدش يكذب؟ دي قضيه يعني من الخجل اللي احنا نتعرض ليها، وهي في قلب القران الكريم في اراء مختلفه. في سوره سبأ شوف الايه الكريمه اللي بتقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قالت آراء كتير، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما خدش بقى اقتطع جزء من سياقه واخد رأي متشدد بيحب ربنا لدرجة الرعب، يعني مع أن الرب أب قبل ما يكون إله في سماحة للتبين، اللي بنخلي حتى في التكليف خمس مرات تتكرر آية لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، سورة البقرة تاني، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مرتين في سورة البقرة، مرة في المؤمنون، مرة في آل عمران، مرة في المائدة. يعني هذا الوقي اللي في قلب الدين هو الذي يقدم الاستنارة، واللي عبر عنها الشيخ الشعراوي هذا المستنير الرائع، وهو بيفسر الآية بتاعت سورة سبأ، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، بيقول وأنا أسأل دائما عن مسألة التحريم في التماثيل والنحت، فأقول ده كلام الشيخ الشعراوي، إذا صنع التمثال من أجل إذا صنع التمثال من أجل أن يعبد فهو حرام، وإذا صنع التمثال من أجل أن يستعبد فهو حلال. يعبد ده كلام الشيخ الشعراوي، يعني يتخذ من دون الله شريكا. يستعبد يعني أنا بستعبده في التجميل، في الحلية، في التعبير، في مش بعبده. حسمت القضية وبدأ كده يردد، وحسمها الإمام محمد عبد الوهاب العزيز جويش. يعني كنت أتمنى عليكي وما زلت أتمنى إنك تقتطعي هذا الجزء الذي لا يليق بك كفنانة من البحث، وخاصة إن في تخمة في موضوع المراجع قصدي التوصيات اللي كاتبة فيها الكلام ده، وتحتفظي برسالتك القيمة بجلال العلم اللي فعلا انا بشوفها من اهم الرسائل ومن اكثر الرسائل القيمه،
وما باخدش بالي بقى من الملاحظات دي، انما بحييكي وبشكرك وهنيكي على لجنه الاشراف اللي انت محظوظه بيها، وبكرر اعتزازي لاستاذنا الدكتور حمدي، واسف اذا كنت اطلت عليكم. شكرا. نشكر الدكتور شاكر على مناقشته القيمة، وأظن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. دي رسالة علمية ومالناش دعوة، ما تدخلناش في التحليل والتحليل، لأن هصطدم معاك اصطدام شديد. بس انا هقول اني غلطانه، انا بعتقد ان انا غلطانه، كان لازم اصر على اني اتشال من الرساله كل الاجزاء، بس انا بقيت عماله تعملي مجهود رهيب، وقعدت سنين وسنين لحد ما لقيت نفسك وعملت الحاجه بتاعتك الكويسه اللي انت مبسوطه فيها. قلت انا طيب انا اديها الفرصه انها تحط الليل على ذاته، ان المحاسيب المناقشه للمناقشين هم اللي هيطلعوا الحاجات اللي مش مظبوطه. واحنا قلنا في اول الكلام ان احنا نقشه على حتى تلويني كل ملحوظه عندها الاساتذه الكبار في المناقشه وحتى التعليم، ومش هتجاز الرسالة إلا لما تعمل بما هم قالوا عليه، وأنا أقر إن تعدلتي وتعملتي نفسي. والدكتورة أنا ما ينفعش، ده ما ياخدش من حقك، دي مناقشة علمية دسمة وهايلة، وانا قلت ان يعني مش امتياز، لا 10 امتياز. انا شخصيا هقيمها بالمجهود اللي انت عملتي، المجهود اللي اتعمل فيها الرساله دي، والمعلومات كلنا استفدنا منها. اما ارائك الشخصيه بقى دي او معتقداتك اللي هي بتنوي كل حاجه تحتها، عاوزه تنوي كل حاجه منقبه حره، انما ما تلويش حتى الحاجات الاسميه والخطيات تحت المعتقد بتاعك انت او المجموعه اللي هي تنتمي اليها. ما ينفعش. فاحنا دلوقتي على العموم حضرتك اليوم حضروا وسمعوا المناقشات وسمعوا الملحوظات، وانت دولتي مش كده؟ طبعا انا هاخد الحاجات اللي هم عملوها وهتبقى عندي عشان اراجع عليها لما تصلحي كله قبل ما تروح الجامعه. ما نقدرش نطلعها تروح الجامعه ولا تاخد المرأة ولا تاخد اي حاجه الا لما تعمل الحاجات اللي هي المناقشه بل هقول مجهود رائع اللي انت عملتيه كله، الا من الحاجات بقى اللي متخانق عليها ان انت معلش خلاص دي حاجه وانا استاذنكم جميعا خش كده ان نتداول. طبعا دكتوره انا العالم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار لجنة مناقشة رسالة الماجستير انه في يوم السبت الموافق 28/6/2014 الساعة 11:00 صباحا مبنى جنافليس، اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأساتذة الآتي أسمائهم: دكتور ألف دال، دكتور نعيمة حيدر الشيشيني، أستاذ متفرغ بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة،
مشرفا ومقررا عشان عجوز. ألف دال حمج عبد الله أستاذ متفرغ والعميد الأسبق كلية التربية الفنية جامعة حلوان عضو. ألف دال محمد شاكر عبد الخالق أستاذ متفرغ بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية. ألف دال أمل أحمد نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية مشرفا وعضو. عن وذلك لمناقشة الطالبة هاجر طارق محمد الجمال قسم التصوير تخصص تصوير عام في رسالة مقدمة إلى الكلية وموضوعها القيم الفنية في تصوير المخطوطات العلمية في العصور الإسلامية، وذلك للحصول على درجة الماجستير في الفنون الجميلة قسم التصوير تخصص تصوير عام تحت إشراف ألف دال نعيمة حيدر الشيشيني وألف دال دكتورة أمل نصر رئيس قسم التصوير. وكان أعضاء اللجنة قد تسلموا نسخة من الرسالة وقرأها كل منهم في وقت سابق وقدموا تقريرا بصلاحيتها للمناقشة. وبعد الاستماع إلى العرض الشفهي في بداية جلسة المناقشة وبعد مناقشة الطالبة علنا وبعد الرجوع إلى اللوائح والقوانين المنظمة للدراسات العليا بالكليات وبعد المداولة بين أعضاء اللجنة، رأت اللجنة أن الطالبة هاجر طارق محمد الجمال جديرة بدرجة الماجستير في الفنون الجميلة قسم التصوير تخصص تصوير عام، وتوصي اللجنة بطباعة الرسالة بعد تصويبها على نفقة الجامعة. Thank you.